أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. لم يكن عام 2011 في العالم العربي عاديا على الإطلاق. اهتزت تونس مع بدايته فأسقطت طاغيتها ونظامه، والتحقت بها دول أخرى في المغرب العربي ومشرقه. يتحرك الشارع المغربي على وقع الثورات المشتعلة تقوده حركة 20 فبراير بشعارات إصلاحية اجتماعية كانت أم سياسية. وسط هذه التحولات على اليمين وعلى الشمال تقف الجزائر الشعبية بين الهدوء والتأهب، تصدها عن اللحاق بالركب عشرية دامية تركت ندوبا وجراحات غائرة في قلوب الناس وأجسادهم، فيما الجزائر الرسمية تحاول قطع الطريق أمام أي تحركات في الشارع عبر إجراء إصلاحات سريعة وصفها معارضون بالترقيعية والسطحية لبيت النظام المتهالك، تسمح له بالاستمرار في حلل أكثر بريقا من حلله الرثة كما يصفها هؤلاء. الإصلاحات طالت قانون الأحزاب مع الحرص على استثناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقانون للإعلام فتح المجال أمام الإعلام الخاص لكنه أعطى السلطة التنفيذية حق التدخل في تكوين سلطات ضبط الحقل الإعلامي. للحديث حول المشهد الجزائري والحوار العربي والجوار العربي يسعدني أن أستضيف الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج، شخصية طالتها السجون والحصار والتضييق، ممنوع من جواز سفره وممنوع من جميع حقوقه السياسية. وحتى هذا اللقاء كما تتابعون اضطررنا لإجرائه عبر خدمة سكايب لأن ضيفنا لا يسمح له بالحديث عبر الأقمار الاصطناعية. بوضوح إذن نستضيف الليلة الشيخ علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر في أول حوار مطول معه منذ خروجه من السجن، وبوضوح وصراحة نرجو أن تريدنا الأجوبة من ضيفنا وضيفكم. شيخ علي السلام عليكم في هذا الحوار المطول، ونأمل أن ينتهي على خير. طبعا خدمة سكايب متواضعة قياسا بالربط بالأقمار الاصطناعية. على كل حال نشكرك على تلبية هذه الدعوة. لو بدأنا معك ب يعني هذه العشريتين أو هاتين العشريتين مرت بسرعة في الحقيقة منذ 91 إلى 2011، تغيرت الكثير من الأشياء، يعني مرت العديد من المياه تحت جسور الجزائر كما يقال. السؤال المطروح الآن، ماذا تغير في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أو بالأحرى وبشكل أوضح ماذا بقي من الجبهة الإسلامية للإنقاذ كحزب سياسي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكركم أن فسحتم لي هذا المجال في قناة الحوار الجادة بعد أن غلقت في وجوهنا جميع وسائل الإعلام الثقيلة منها والخفيفة، ونحن نعاني من حصار. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فشكرا لكم وشكرا لإدارة الحوار أن فسحت لي هذا المجال كي أتحدث وأجيب على أسئلتكم بكل وضوح وصراحة. أما فيما يخص السؤال الذي طرحتموه وهو ماذا بقي من الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد هذه العشرية التي أطلق عليها العشرية السوداء، وإنما هي عشرية الجنرالات الذين أحالوا حياة الجزائريين إلى سواد وإلى ضنك من العيش. بقي من الجبهة الإسلامية الكثير والحمد لله رب العالمين، ولولا أنها ممنوعة من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية لكانت تصول وتجول أرجاء الجزائر كلها. نعم نعم تفضل واصل الشيخ علي. وفي هذا المجال الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما زال مشروعها قائم، ورجالها المخلصون الثابتون الأوفياء ما زالوا على الطريق، ونحن ما زلنا نناضل وما زلنا نبذل الجهد من أجل استرداد حقوقنا السياسية المشروعة حتى نساهم في بناء هذا الوطن الذي خربه الإنقلابيون وأحالوه إلى دماء وأشلاء ودموع.
هذا الذي ينبغي علينا أن نذكره، والفاصل بين هذه الأمنية والواقع إنما هو عندما تعطى لنا حقوقنا أو نفتكها بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن شيخ علي اسمح لي على المقاطعة، أنا أتحدث منذ 91 عندما ألغيت الانتخابات، كانت الجبهة الإسلامية هي الفائز الأول في الانتخابات، وهي التي كانت تحضر نفسها أو تعد نفسها للحكم في البلاد. وبين 2011 20 عاما مرت لا يكاد المرء يرى وجود فعلي للجبهة الإسلامية للإنقاذ، أكان في الشارع أو من حيث الاجتماعات السياسية لطاقاتها وكوادرها. الرجل الأول يقيم في قطر ولا يكاد يسمع له صوت، والرجل الثاني محاصر يعني بالكاد حتى يجد له منفذ من هنا وهناك. يعني الحقيقة على الأرض الجبهة الإسلامية لم تعد الحزب الأقوى ولم تعد الحركة التي تشغل العالم. هذا من حيث الظاهر، هذا من حيث الظاهر، من حيث الظاهر هذا الصحيح، ونحن لا ينبغي لنا أن ننكر هذا الظاهر، ولكن عالم السياسة فيه ظاهر وفيه باطن. طيب ما هو الباطن؟ قبل 6 أشهر أو 7 أشهر لم نكن نسمع عن الحركات السياسية في تونس أو في الجزائر أو في مصر أو في سوريا أو في كذا، لكن عندما يقع هنالك حراك شعبي حقيقي فإن الساحة ستفرز رجالها بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن ينبغي علينا أن لا نغتر بالظاهر، فهنالك أشياء تعتمل في الباطن ويعني تحاول أن تتأقلم مع ظروفها، ولكل بلد من البلدان ظروفه الخاصة وطريقته في العمل وفي النشاط. الحقيقة أنا اضطررت لطرح هذا السؤال الشيخ علي بالحاج، لأنه كثيرون واعذرني في ذلك يقولون بأنه في الحقيقة الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت مجرد تعاطف شعبي عفوي، أو بصورة أخرى هي ظاهرة صوتية. عندما ألغيت الانتخابات وانفض الجمع لم يبقى من الجبهة الإسلامية سوى الشيخ علي بالحاج يتحدث لوحده، لا نجد شخصيات ثانية. المرء عندما يريد أن يعود إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يكاد يجد أحدا، وهذه حقيقة قد تكون مؤلمة لكم ولكن هذا هو الواقع. هذا من حيث الظاهر كما سبق وأن قلت. نحن نحاول بكل السبل وبكل الطرق إن شاء الله تبارك وتعالى لاسترداد حقوقنا السياسية، وعندها لكل حادث حديث، وكما قال الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. طيب على كل حال الجزائر اليوم شيخ علي بالحاج يعني تبدو أنه حتى في إطار إصلاحاتها ولملمة أمورها تبدو تستثني دائما للجبهة الإسلامية للإنقاذ، والبعض وكأنه يريد أن يقول بأن الجزائر بخير بدون الجبهة الإسلامية للإنقاذ. كيف أنتم تنظرون إلى هذا المشهد؟ نعم، وهذا دليل آخر هذا المنع. لو أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ليس لها قاعدة شعبية وليس لها تجذر وليس لها صولة وجولة، كان النظام هو في حد ذاته يسمح لها بالنشاط السياسي والنشاط الميداني. فلذلك هو يعرف عن طريق صبره للأوضاع عن طريق المخابرات والتسليمات، ما زال يعرف بأن الجبهة الإسلامية لها رجالها ولها مشروعها ولها أيضا محبيها والمتعاطفين معها من جميع شرائح الشعب الجزائري. فهذا المنع هو دليل على قوة الجبهة وعلى تجذرها من حيث التواجد الشعبي الحقيقي، وإلا فإن النظام كان باستطاعته على كل حال أن يقول الجبهة الإسلامية انتهت ونحن نسمح لها بالنشاط السياسي ثم ننظر ماذا سيكون. فهذا المنع هو من أكبر الأدلة على تواجد، ثم أن هنالك أيضا صراع في السلطة، هناك من يقول بأن تعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهناك من يمنعها حقها من هذا، يعني هناك صراع حول عودة الجبهة الإسلامية من عدم عودته على أعلى المستويات.
طيب لماذا لا يكون العكس شيخ علي بلحاج؟ لأن النظام لم يعد يحس بثقة للجبهة الإسلامية للإنقاذ وخطرها على وجوده كما يقول البعض، لأنه أنت تتابع الثورات العربية، الكثير من الطغاة سرا وعلنا عندما حصحص الحق يعني كما يقال وأحسوا بأن كراسيهم تهتز حاولوا بالسر أو بالعلن أن يمدوا أيديهم للتيارات الفاعلة، للتيارات القوية وبعضها من التيارات الإسلامية. في الجزائر النظام حتى عندما أجرى إصلاحات مؤخرا استثناكم، يعني أنه يستضعفكم أو لا يرى لكم حسا ولا ركزة كما يقول البعض. هذه صورة في الحقيقة غير حقيقية، هذا تصوير فقط، وهنالك أيضا حملة إعلامية تحاصر نشاط الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأيضا لا تسمح لها. مثلا نحن الآن هنالك قناة مثل قناة الحوار التي تفتح لنا مثلا مجال لكي نتحدث، لا نحن غير مسموح لنا بأن نتحدث في القناة الجزائرية، بل إن هنالك كثير من الصحف لا تسمح حتى بإجراء حوار معنا. نعم. وتتخوف من هذا، وهنالك تدخلات على أعلى المستويات على أساس أن لا يفسح لنا المجال لكي نتحدث إعلاميا وننشط ميدانيا. هذا كله يدل دلالة قاطعة على أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما زالت تحظى بدعم الشعب الجزائري ويتخوفون منها أشد الخوف. ولذلك نحن لا نريد أن تكون الحصة فقط الفيصل الحقيقي، لا نستطيع أن نقول الجبهة يعني لها شعبية أو ليس لها شعبية إلا إذا منحت لها حقوقها السياسية ونشطت، وعند ذلك يعني تظهر الحقيقة لجميع الشعب الجزائري. هل الجبهة الإسلامية ما زالت محافظة على شعبيتها وما زالت محافظة على مشروعها وعلى توجهها أم غير ذلك؟ ونحن نرى والحمد لله رب العالمين في جارتنا تونس وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، نرى أن لم يكن لهم قبل هذه الثورات لم يكن لهم حس يذكر إلا على القنوات لا أكثر ولا أقل. وأيضا قيل لهم الكثير، قيل لهذه الحركات الإسلامية في تونس وفي مصر أنهم ليس لهم صوت وليست لهم قوة، ولكن فوجئوا الآن في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي على أساس أن القاعدة الشعبية الإسلامية ما زال لها صوت، وأن القمع المتواصل عبر السنوات الطوال أنه لم يستطيع أن ينزع الحركات الإسلامية تجذرها وقوتها في الشارع العربي والإسلامي. على كل حال يعني أنت أدرى منا بهذا، عادة التأشيرة أو الاعتراف أحيانا يفتك ولا يمنح، ولكن حتى يحصل ذلك في الجزائر الشعب الجزائري كما يقول كل من يتابع الشأن الجزائري هو في حاجة إلى أحزاب ومن بينها الجبهة الإسلامية للإنقاذ ليأخذ بيده ويهديه إلى الطريق الذي يحصل به أو يحقق به من المزيد من المطالب. ويبدو أنه على الأقل إلى حد الساعة الشعب الجزائري كما يقول الكثيرون لم يجد تيارا قويا يساعده أيضا في اللحاق بركب الثورات العربية. الشعب الجزائري مر بمراحل كثيرة، والشعب الجزائري منذ أحداث أكتوبر في 88 وأيضا بعد اعتماد التعددية السياسية التي اغتالها النظام أثبت أنه سباق للعمل السياسي وللنضال السياسي، ودفع الضريبة كبيرة جدا جدا جدا، بحيث أن ما نراه الآن في سوريا وما نراه من قمع في ليبيا وما نراه في الدول العربية لا يكاد يساوي عشر معشار ما حدث في الجزائر. وما من مصيبة حدثت في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا أو في غيرها من الدول العربية إلا ولنا أمثلة، عشرات الأمثلة عنها في الجزائر. ولذلك تحرك الشعب الجزائري يختلف عن تحرك الدول الأخرى. طيب. ولكن الفساد المستشكل والقمع من ممارسة الحقوق السياسية والحرية العامة هذا سيدفع الشعب الجزائري إذن الله تبارك وتعالى اليوم أو غدا لافتكاك هذه الحقوق. ولذلك النظام يحاول أن يلتف على
طموحات الشعب الجزائري التغيير العميق بهذه الإصلاحات، وأنا لا أسميها إصلاحات، أنا أسميها إفسادات، وأسميها أيضا لأن إصلاحات إلا من المصلحين، والنظام القائم الآن هو نظام هو في حد ذاته فاسد على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على جميع المستويات. نعم شيخ علي بلحاج، أيضا هناك معضلة ربما إلى حد ما واجهتها حركة النهضة الإسلامية في تونس، إبعادها أكثر عندما أبعدت أكثر من 20 سنة، بعد عودتها وجدت بأن هناك مساحة فارغة ما بين الجيل الذي قاد المواجهة في بداية المواجهة مع نظام بن علي والجيل الآن الذي عاد ليحاول اللحاق، يعني كان هناك فراغ من حيث فئة الشباب. الجبهة الإسلامية للإنقاذ أيضا من ولد في عام 91 الآن بات عمره 20 سنة ولا يكاد يعرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ ربما إلا من خلال اسمها. كيف تحاولون ملء هذا الفراغ؟ هل لديكم حراك؟ كيف تحاولون تعريف الناس بأنفسكم إذا ما فتح المجال لأي عمل سياسي في المستقبل؟ لا، الجبهة الإسلامية للإنقاذ متواجدة عند معروفة عند الشباب والحمد لله رب العالمين، ونحن عندما نتنقل في البلاد وعندما يحدث أي انتفاضة هنا أو هناك أو احتجاجات هنا أو هناك في أنحاء القطر، فإنك تسمع شعارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتسمع كلمات التي كانت تقال في 90 وفي 91 وإلى غاية 92. إذن فالجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تنقطع، ودليل ذلك أن في أحداث غزة عندما خرج الشعب الجزائري ليعبر عن مساندة إخوانه في غزة ويقف معهم تلك الموقف، كل الشعب الجزائري خرج إلى الشوارع وردد تلك الشعارات. ويكفي أن هناك الأخ عبد القادر بوخمخم والأخ كمال قمازي وبن محمد، كل هؤلاء ما زالوا لحد الآن متابع من الناحية القانونية لأنهم خرجوا في تلك المسيرة. إذن فلماذا هم يخافون من تحرك الشعب الجزائري؟ لأن ليس هناك فجوة كبيرة كما يشاع ويذاع. طيب، وليس الخبر كالعيان، وأهل مكة أدرى بشعابها. طيب، أهل مكة أدرى بشعابها، ما دمتم يعني أنتم أدرى بواقع الجزائر بالتأكيد، يعني نريد شيء من الإنصاف هنا شيخ علي بلحاج. أين هو الجزائر الآن؟ أي أين هي هذه البلاد التي دفعت 1.5 مليون شهيد وكانت سباقة في حراكها؟ صحيح أنه أوصلت الأمور إلى عشرية دامية أو سوداء كما توصف، ولكن على الأقل الجزائر سبقت الدول العربية الأخرى في تحركها ضد نظامها، ولكن الآن الجزائر بإقرار الجميع تأخرت عن هذا الركب العربي، عن هذا الربيع الثورات العربية. لماذا برأيك؟ هل لإصلاحات قام بها النظام نجح بها من إسكات بعض الأفواه، أم لأن الشعب الجزائري في مخيلته هذه العشرية الدامية وبالتالي خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف كما يقول البعض؟ أولا، الشعب الجزائري أذكى مما يتصور الكثير من الناس. لا شك أن الأزمة أو المأساة الوطنية تجعل الشعب الجزائري يفكر تفكيرا مضاعفا من أجل أن يتقدم أو أن يقدم على حراك يؤتي ثماره. إذن فالقضية قضية ما حدث في الجزائر ما زال موجود في ضمير الشعب الجزائري وفي عقله، ولذلك فالشعب الجزائري إذا تحرك فإنه سوف بإذن الله تبارك وتعالى يسقط هذا النظام، وبإذن الله يسترد الحقوق، حقوقه المشروعة، وأيضا يفتح المجال لجميع التيارات السياسية في البلاد. فلا بد أن لا نقيس الجزائر على بقية البلدان العربية والدول، يعني تونس كم بقي فيها بن علي، ومصر كم بقي فيها مبارك، في هذا الوقت التي كانت هذه الدول تصول وتجول عن طريق هؤلاء الطغاة أهل الاستبداد والطغيان، كانت الجزائر إلى يومنا هذا ما زالت هناك مواجهات مسلحة، ما زال هناك انتفاضات، ما زال هنالك يعني إضرابات هنا وهناك كل يوم
كل يوم، لا أقول لك يعني كل يوم، إنما الآن لابد من، وغالب الناس ينادون بمطالب اجتماعية، أما اهتمام الشعب الجزائري بإصلاحات النظام، الشعب في واد وإصلاحات النظام في واد ثاني، وهو لا يعرفها عن إصلاحات ولا يثق في النظام القائم تماما. طيب في ظل نجاح شيخ علي بلحاج، في ظل نجاح هذه الثورات العربية السلمية، هل برأيكم الآن يمكن إقناع الشباب الجزائري الذي ما زال متمسكا بسلاحه، أو على الأقل قلة حتى لا نبالغ، في الجبال، هل يمكن إقناعهم بأنه طريق الثورة السلمية، طريق التغيير الشعبي، بات هو الأكثر جدوى والأنضج ثمار والأسرع في التغيير؟ لا شك أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ سلكت الطريق التغيير السلمي، وسلكت أيضا طريق العمل السياسي، وفازت مرتين عن طريق صندوق الاقتراع إسراف النظام وتحت رؤيته وتحت سلطته. نعم. ولذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يمكن أن يتهمها أحد بأنها سلكت مسلك العنف، وإنما جاء العنف وتشق السلاح بعد أن أطلقت جميع المنافذ السلمية ووقع القمع ووقع الذي وقع في الجزائر. كلكم يعرف ماذا حدث في الجزائر، فهي ردة فعل على إرهاب الدولة. الدولة مارست الإرهاب، أخذت حوالي 17 ألف مواطن جزائري من إلى تخوم الصحراء حيث التجارب النووية، وأيضا يعني اعتقلت قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا لسنوات عديدة بل لسنوات طويلة، وأيضا حلت المجالس البلدية، وأيضا وقع انقلاب على رئيس الجمهورية، ووقع حل لمؤسسات جميع الدولة من طرف الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب. إذا الجزائر سلكت مسلك العمل السياسي السلمي، ومع وجود الأحزاب، دون إقصاء الأحزاب، الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تقم بهذه الانتخابات لا في الجبل ولا في الواد ولا في المريخ، وإنما قامت بالعمل السياسي، غير أن الشعب الجزائري فيه خاصية ينبغي علينا أن نعرفها. الشعب الجزائري إذا فسح له طريق السلم فإنه يسلك المسلك السلمي كما حدث التعددية في أيامها الأولى. طيب. لكن إذا قمع الشعب الجزائري وقطعت الطرق والسبل السلمية، فإنه يلجأ كرد فعل على عنف النظام وعلى قوة النظام الذي يستخدم جميع الوسائل القمعية لمنع الناس من ممارسة حقوقهم المشروعة. على كل حال، الجبهة الإسلامية هذا ما تقوله، وهذا ما يقوله ربما مناصروها، بأنها كانت سلمية منذ يومها الأول إلى يوم الناس هذا، ولكن للملاحظ أيضا أن يلاحظ بأن خطاب الشيخ علي بلحاج تغير عما كان في عام 91. الآن كما يقول البعض، ربما العشرية الدامية ساهمت في إنضاج الكثير من الأشياء. ألا يلاحظ الشيخ علي بلحاج معنا بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ أيضا لو سمح لها ربما الآن بالعودة إلى العمل السياسي ستغير كثيرا من شعاراتها وخطاباتها ونهجها؟ أولا وقبل كل شيء، الجبهة الإسلامية للإنقاذ مشروعها حظي بالتزكية من الشعب، بمعنى أن خطابها زكاه الشعب. لابد أن نفرق بين حزب سياسي لم يزكيه الشعب وبين حزب سياسي زكاه الشعب. هذا الشعب الجزائري سمع خطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأنها كانت تنادي بالعمل السياسي السلمي، وأنها تنادي بقيام دولة إسلامية تحت كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واختارها الشعب بمحض إرادته دون إكراه ودون عنف، وإنما عن طريق صندوق الاقتراع الشفاف كما تشهد بذلك وثائق الدولة والدولة الجزائرية. إذن ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء. الشيء الذي تغير فقط هو الظروف الداخلية والظروف الخارجية، لا أكثر ولا أقل. أما جوهر الخطاب
دولة تحكم بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن التداول على السلم على السلطة، وتسمح لجميع التيارات السياسية أن تتصارع بطريقة سلمية، هذا لم يتغير، وهذا فعلته الجبهة الإسلامية ميدانيا وليس بالكلام ولا بالخطاب، لأننا نحن عندما خضنا الانتخابات البلدية لم نخذها وحدنا، بل خذتها معنا أحزاب سياسية فيها العلماني وفيها الاشتراكي وفيها الشيوعي وفيها، ونفس الشيء عندما خضنا الانتخابات التشريعية خاضتها معنا أيضا أحزاب سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. طيب شيخ علي بالحاج، شيخ علي بالحاج، هذا الكلام لا تستطيع أن تغير من مشروعها ومن خطابها، وإنما تستطيع أن تغير ربما من الأولويات أو تغير من الطرق أو الوسائل لا أكثر، أما على مستوى المبادئ وعلى مستوى الأهداف التي رسمتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فإنها ما زالت ثابتة، ونحن نعرف بأن في السياسة الشرعية هنالك ما هو من الثوابت ما لا يتغير بزمان أو مكان، وهنالك ما هو من المتغيرات التي تتغير ربما من سنة إلى أخرى بل من لحظة إلى أخرى حسب الظرف. الشيخ علي بالحاج اسمح لي نتوقف للحظات قصيرة ثم نعود لاستكمال الجزء الثاني من برنامج بوضوح، إذا تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد بوضوح، وضيفنا الليلة الشيخ علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر. الشيخ علي بالحاج مرحبا من جديد. يعني فيما يتعلق في الحقيقة بالوضع في داخل الجزائر، يعني على الأقل الخلاصة التي كانت الأحزاب السياسية تتحدث عنها دائما بأن هناك مؤسسة عسكرية ممثلة في هيئة الأركان والقوى الأمنية الأخرى متحكمة في البلاد ورقاب العباد، هذا التوصيف كان في التسعينات وما يزال الآن أم الأمور تغيرت كثيرا في الجزائر؟ الأمور لم تتغير، ما زال الجهاز المخابرات العسكرية يسيطر على الدولة. ونحن لابد أن نفرق بين الجيش وقواعد الجيش الذين هم أبناء الشعب الجزائري، وبين جهاز المخابرات وقادة المؤسسة العسكرية الذين اختطفوا هذه المؤسسة وجعلوها درعا بشريا من أجل المحافظة لا على الجزائر وإنما من أجل المحافظة على مصالحهم الخاصة الموجودة في الجزائر، وأيضا التآمر على الشعب الجزائري مع قوى خارجية لا تخدم مصالح البلاد. يعني ما حقيقة إذن هذا التنظيم الذي يوصف بالضباط الأحرار وبأن هناك تيار داخل المؤسسات العسكرية وغيرها هو في الحقيقة مع الإصلاح مع التغيير مع الجزائر ديمقراطية تداول سلمي على السلطة وما إليه، إذا كان النظام بهذه القوة إذن لا يمكن أن يحلم الجزائريون بتغيير قريب؟ إذن أولا الضباط الأحرار هم أناس فعلا كانوا منسجمين مع القواعد العسكرية التي كانت تفرض عليهم الابتعاد عن الحقل السياسي. بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ حشر قادة المؤسسة العسكرية والمخابرات العسكرية أنفها في السياسة وقررت الانقلاب على رئيس الدولة، وثم بعد ذلك يعني حل المجلس الوطني الشعبي ثم حل المجالس الولائية ثم إلغاء المسار الانتخابي، ولذلك هؤلاء الضباط الأحرار كانوا منسجمين مع طروحة، لم يكونوا مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولكن رفضوا أن يكونوا أداة لقمع الشعب الجزائري وقمع اختيار الشعب، فهؤلاء ينبغي علينا أن نحييهم، وما زال الحد الآن رب العالمين في الجيش الوطني الشعبي إن شاء الله أمثال هؤلاء، ولكن عندما تحدث يعني حادثة أو ثورة في الجزائر فإنهم سوف ينشقون كما انشقوا في سوريا وفي اليمن، وسنراهم أيضا مع الشعب الجزائري، لأنه لا يمكن
أبناء الشعب الجزائري أن يقمعوا الشعب الجزائري. ولذلك مشكلة الجزائر إنما مع قادة المخابرات العسكرية وقادة وبعض قادة المؤسسة العسكرية الذين اختطفوا هذه المؤسسة وأخرجوها عن طريقها القانوني والدستوري والشرعي. يعني وفق توصيفكم هذا، إذن ما هو موقع الرئيس الجزائري ووزرائه إذن في هذه المعادلة؟ هم سلطة رسمية ويتحملون المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى ثم أمام الشعب الجزائري، لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية من ناحية. لكن هؤلاء من الذي جاء بهم؟ جاء بهم هؤلاء قادة المخابرات العسكرية للبلاد، وهم الذين نظموا لهم الانتخابات، وهم الذين يعني شحذوا وجمعوا لهم الأحزاب السياسية الفاقدة للعمل الميداني. أين هي الأحزاب السياسية في الجزائر؟ ليس عندنا أحزاب سياسية بالمفهوم الحقيقي، كلهم أصبحوا يساندون رجل الإجماع، وكلهم أصبحوا يخدمون يعني مشروع بوتفليقة الغامض. على كل حال ليس له مشروع هو في الحقيقة، وإنما مشروعه غامض ولم يحقق منه أي شيء، بل هو في حد ذاته في أحد خطاباته يعني أقر بأنه فشل على أكثر من صعيد. إذن فالذين يحكمون البلاد هي قادة المؤسسة العسكرية بالقوة وبالحديد وبالنار، وأيضا بنهب المال العام الجزائري في مصالحهم. أما الأحزاب هذه التي تسمى أحزاب كم عندها في البرلمان؟ إذن أضعف برلمان في تاريخ الجزائر هو البرلمان الجزائري، إذن وهذا هو الذي سيزكي الإصلاحات. يعني إذن دولة إصلاحات هذه؟ إذن دولة يكون على رأسها بن صالح وعلى رأسها جنرال تواتي، هذا الذي هو متسبب في الانقلاب العسكري على الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعلى إرادة الشعب. ولكن أيضا شيخ علي بالحاج، ولكن حتى ضعف الأحزاب كما يقول الناظر للمشهد الجزائري يحمل أيضا الأحزاب السياسية جزء مما الجزائر فيه الآن. أحزاب مشرذمة مشتتة ليست على قلب رجل واحد كما يقول الكثيرون، والدليل على ذلك ربما أيضا إقصاء الجبهة الإسلامية للمرة العاشرة ربما في الإصلاحات الأخيرة. لم يتحرك معكم أحد، لم يسندكم أحد، لم يطالب أحد بعدم استثناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. إذن الأحزاب كل يسعى على مصلحته وكل يعني لديه أجندة خاصة. الساحة ضعيفة وبالتالي سمحت للسلطة بأن تلتهمها فرادى كما قال البعض. بعد يعني مباشرة بعد الانقلاب على الإرادة الشعبية، وقع في الجزائر كما هو معروف عند الجميع، وقع في الجزائر صناعة أحزاب سياسية لإيجاد واجهة سياسية في الداخل وفي الخارج. إذن ليس عندنا تعددية برأس أحادي. هل يمكن لحزب سياسي أن يذوب في برنامج رئيس الجمهورية؟ هل يمكن لرئيس حزب سياسي يقول أنا لا أترشح إذا ترشح رئيس الجمهورية؟ هل يمكن لحزب من الأحزاب أن يترك حزبه ثم بعد ذلك يساند رئيس الجمهورية؟ لماذا أسست الأحزاب؟ الأحزاب لها مشروع مستقل، لها رؤية اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية يعني مستقلة. ولذلك ثم أن هذه الأحزاب كلها مخترقة، كل الأحزاب هذه مخترقة من طرف المخابرات، وليست القواعد التي تسير الأحزاب، وإنما الرأس المخترق هو الذي يسير الأحزاب. على كل حال ساحة سياسية ضعيفة جدا لا تستطيع أن تعمل. بقي لنا الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أو بقي لنا مثلا لفافاس، بقيت لنا بعض الأحزاب السياسية الجادة، هذه ممنوعة من العمل الجاد، بعضها ممنوع بالقانون، ممنوع قانونيا، وإن كان في الحقيقة هذا المنع غير شرعي سواء على مستوى الشرع أو على مستوى الدستور أو على مستوى المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر. الجزائر وقعت على المواثيق الدولية بحق المواطنين في العمل السياسي المشروع. لذلك لا يمكن لنا أن ننتظر من هذه الإصلاحات أو من هذا البرلمان الضعيف
أو من هذه الأحزاب الضعيفة المقترقة التي هي تتصارع وتخدم مصالحها ولا تخدم الشعب الجزائري ولا تنزل إلى الميدان أيضا ولا تحتك بالميدان. لا يمكن. إذن بقي أمام الشعب الجزائري هبة تطيح بهذا النظام وتأتي بنظام آخر عن طريق مرحلة انتقالية تسوى فيها الأوضاع وتعطى الكلمة من جديد للشعب الجزائري ليختار الأحزاب التي يميل إليها بكامل الحرية والشفافية. هذه الهبة التي تدعو إليها شيخ علي بلحاج تدخلنا في المحور التالي، محور الثورات العربية. هذه الثورات يعني الشعوب العربية كلها تساندها، طبعا يساند بعضها بعضا، ولكن بعض الأصوات من بعض الساسة ومن بعض يعني المسؤولين ومن بينهم طبعا لديكم هناك في الجزائر يصفون هذه الثورات العربية بالمؤامرة، أو على الأقل بعضها يتهم بأنها مؤامرة ضد الوضع العربي الهش. كيف تنظرون أنتم إلى هذا الحراك أو إلى هذه الثورات العربية في الشرق والغرب؟ الحقيقة هذه الثورات المحرك الأساسي لها ليس مؤامرات، وإنما المحرك لها هي المظالم، الظلم السياسي والظلم الاجتماعي والظلم الاقتصادي والظلم الثقافي هو المحرك الأساسي لهذه المظاهرة، لهذه الثورات العربية التي تساندها الشعوب العربية والإسلامية في جميع. نحن نساند ثورة تونس ونساند ثورة مصر ونساند ثورة اليمن ونساند ثورة سوريا واليمن وجميع الدول العربية نساندها وليبيا في نفس الوقت، ولكن هذه الأنظمة المتبقية التي لم يثر عليها شعبها بعد وسيثور بإذن الله تبارك وتعالى، هذه صيرورة التاريخ على كل حال اليوم أو غدا، لأن الثورات ليست نسخ طبق الأصل، لا، كل بلاد له ظروفه ويثور في الوقت الذي ينبغي أن يثور فيه. إذن ليست هنالك يعني نسخ مكرورة ينبغي أن تكون هنا في هذه البلاد أو في هذه البلاد، لكن الحس الشعبي في العالم العربي كله مع هذه الثورات، ولذلك تجد أن جميع الأنظمة سواء كانت جمهورية أو ملكية تسارع من أجل إرضاء الشعوب وتلهية الشعوب أو الالتفاف على الشعوب أو التظاهر بالإصلاح المخادع الماكر الذي في الحقيقة يريد فقط ضر الرماد في العيون على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، كخرجة البالح الملك عبد الله الذي يقول بأنه ينبغي للمرأة أن تسترجع حقوقها وتذهب إلى مجلس الشورى والبلديات. هذا كله في الحقيقة عبارة عن التفاف وضر في العيون لا أكثر ولا أقل، ولذلك ينبغي علينا أن نكف عن كلمة المؤامرة، وينبغي أن نكف على اليد الخارجية، لأن هذه الأنظمة هي في حد ذاتها هي التي تتآمر على شعوبها بالعمل ضد مصالحها العليا في الداخل وفي الخارج. إذن الأنظمة النظام الجزائري مثلا هو الذي يتآمر على الثورة في ليبيا ويتآمر على الثورة في تونس وأيضا يتآمر، ولذلك لم نسمع له صوتا واضحا بينا في ثورة تونس ولا في ثورة مصر ولا في ثورة سوريا. ها هي سوريا الآن، ماذا قال النظام الجزائري؟ أين هو بوتفليقة؟ لماذا لا يقف ويقول كفوا عن القتل وكفوا عن تشريد الناس؟ وأيضا لم يقول كلمة عن اليمن وهكذا. إذن فهذه الأنظمة متشابهة والطيور على أشكالها تقع، ولا يمكن أن تتصور من النظام الجزائري أو أي نظام ديكتاتوري أن يساند هذه الشعوب الثائرة، لا بد أن يرمي بهذا الفشل على المؤامرات الدولية. وهذه لغة معروفة من قديم وأصبحت لغة بالية لا قيمة لها، والشعوب تجاوزتها، لأن هذه الأنظمة هي في حد ذاتها هي المتآمرة على مصالح الشعوب في الداخل وعلى مصالح الشعوب في الخارج. طيب شيخ علي بلحاج، هناك صراع أو ربما لنقول استقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، هذا الاستقطاب وصل في بعض الساحات مرحلة حادة إلى حد ما، هل تراه يشكل خطر على هذه الثورات؟ وما مدى جديته؟ هل هو مفتعل في الحقيقة أم حقيقي نتاج ربما
لمرحلة من التغييب وحرية العمل السياسي في هذه الأقطار العربية؟ أولا العلمانيون ليسوا صنفا واحد، هناك علمانيون يؤمنون بالرأي والرأي الآخر وبحق التواجد السياسي حتى للمسلمين، وهؤلاء نزهاء، وأيضا ينبغي علينا أن نذكر لهم هذه الخاصية. لكن هناك علمانيون استئصاليون أكثر من الأنظمة في حد ذاتها، وهناك إسلاميون استئصاليون يا شيخ علي أيضا، ومستعدين على أن يستعينوا بالعسكر كما كان في الجزائر، ويستعينون بالخارج ضد أبناء شعبهم. إذن هذا صنف آخر من العلمانيين، ليسوا على مرتبة واحدة. حتى في الجزائر هناك علمانيون قتلهم النظام. لماذا؟ لأنهم أولا يخالفون الحركة الإسلامية في توجهاتها، ولكنهم لم ينساقوا مع الانقلاب، لم ينساقوا مع الانقلاب، فهم مشوا وقتلوا ومنعوا من حقوقهم وألقي بالتبعة على الجماعات المسلحة، والشواهد كثيرة لا يمكن لنا أن نحصرها الآن. طيب. إذن الحل الحقيقي هذا العصر هو أن نسمح لجميع التيارات السياسية الموجودة في العالم العربي والإسلامي العمل السياسي السلمي للجميع، وصندوق الاقتراع هو الذي ينبغي أن نحترم نتائجه سواء في تونس أو في مصر أو في الجزائر أو في أي دولة. أنتم تقولون بأن الشعب هو الذي يختار، طيب لا وصاية على الشعب، لا من العسكر ولا من المسلمين ولا من العلمانيين. هذا الكلام جميل شيخ علي بلحاج، ولكن أيضا حتى نكون شيء ما منصفين، أيضا هناك استئصاليون في طرف الإسلاميين أليس كذلك؟ والدليل على ذلك خروج بعض الجماعات على هذا الإجماع الشعبي وحملها السلاح، كان في الجزائر أو في غيرها. نعم، نحن في الجزائر عندما دخلنا إلى العمل السياسي كان هنالك بعض الإخوة لنا، هذا اجتهادهم على كل حال، بأن العمل السياسي ينبغي أن لا يكون وأنه كذا، بل أنهم قالوا حتى دخول الانتخابات لا يجوز. ولكن الحمد لله رب العالمين، بمرور الزمن والسنوات وصبرنا على هؤلاء الإخوة ونقاشنا معهم اقتنعوا بالعمل السياسي السلمي، وها أنت ترى الآن في مصر، وها أنت ترى في تونس، وها أنت ترى. إذن هنالك هذا الطرف عن اجتهاد، عن قناعة، وبعضهم أيضا عن إعاز من مخابرات، عن إعاز من مخابرات. إذن فلا بد من أجهزة مخابراتية سواء في الداخل أو في الخارج من لتعكير الأجواء. إذن نحن ينبغي علينا أن نعالج هذه القضية بأنات وبتعقل وبتروي، لأننا لا نريد، الجميع لهم الحق في أن يعملوا عملا سياسي، ثم نذهب في مواعيد معينة محددة إلى صندوق الاقتراع، فمن أعطاه صندوق الاقتراع قلنا له ما شاء الله، ومن لم يعطيه صندوق الاقتراع نقول له اعمل المرة الجاية والحمد لله، تابع النشاط، لأن هنالك أحزاب كانت أقلية ولكن بنشاطها أصبحت أغلبية، وهناك أحزاب الآن، عندنا حزب أحزاب الجزائر هي في الحقيقة كانت عندها أغلبية في وقت من الأوقات، أصبحت الآن أقلية، وهكذا. إذن لا بد أن نحترم هذا الصراع السياسي السلمي، لأنه لا بديل لنا إلا هذا الطريق. طيب. غير هذا الطريق هو الدماء والقتل والتشريد ولا أكثر ولا، وهذا الطريق الذي آمنا به في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وواجهنا العلمانيين من جهة، وواجهنا بعض إخواننا عن اجتهاد، نسأل الله لنا ولهم إن شاء الله المغفرة والمتوبة، والحمد لله الآن الطريق الذي أصبح واضحا وجليا هو العمل السياسي، والشعب الجزائري أو الشعوب العربية هي التي تختار بمحض إرادتها. اليوم عندما يقولون الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا ينبغي لها أن تعود، شيخ علي، من هؤلاء؟ هذه وصايا على الشعب الجزائري، أنتم مجرمون، أنتم الذين نزعتم الانتخابات التشريعية والبلدية والولائية بقوة الحديد والنار. هذه تصريحات تريدون منعها من عودة إلى العمل السياسي؟ تصريحات مشروعة وأسئلة مشروعة
في الحقيقة وخطاب ربما أنا لا أدري يعني بعد سنوات من الغياب ربما ستفاجأ به الكثيرين، خطاب يسمح لصندوق الاقتراع أن يقرر في النهاية من يحكم ومن يفوز. ولكن يبدو شيخ علي بالحاج واسمح لي في هذا السؤال بأن خطابك هذا المعتدل والمتوازن لم يستطع إقناع أقرب الأقربين إليك، فلذة كبدك، ابنك الذي تداولت بعض الأنباء مقتله على يد قوات أمنية، وكان قيل على الأقل من قبل السلطات المعنية بأنه كان يستعد لتنفيذ هجوم ما. نريد لمحة عن هذا الحدث بعجالة لأن الوقت ضيق جدا شيخ علي بالحاج. لم أسمع السؤال جيدا، بارك الله فيك. أتحدث عن الحادثة التي تحدثت عنها السلطات الأمنية وقيل بأن ابنك قتل خلالها وكان يستعد لتنفيذ هجوم ما في الجزائر العاصمة، ما حقيقة ما جرى ولماذا الشيخ علي بالحاج لم يستطع التأثير على ابنه أقرب الناس إليه؟ أولا وقبل كل شيء، هذه المسألة لحد الآن ما زالت غامضة. أنا من يوم أن غادر البيت لا أعرف الظروف التي اختفى فيها إلى يوم الناس هذا. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أن ندرك بأن العمل المسلح في الجزائر عندما نشأ إنما نشأ كرد فعل على إرهاب الدولة، لأن الدولة أيضا استخدمت الرصاص واستخدمت الدبابة واستخدمت الطائرة، فهذا فعل المستقيم هو أن نرجع هذه الكلمة إلى الشعب، وإذا لم نرجع الكلمة إلى الشعب فسوف نرى ليس ابني فقط، فسوف نرى أبناء كثيرين وسنرى غيرهم. إذا القضية ليست قضية. نعم شيخ علي بالحاج، يعني أنت تقول هذا الحادث ما يزال غامض، هل لنا أن نعرف يعني أنتم استلمتم جثة ابنك أم لا؟ يعني المسألة حسمت بأنه توفي في حادث ما، ولكن ظروف الوفاة أنتم تجهلونها، هل هذا الفهم دقيق؟ أولا أنا أجهل ظروف الاختفاء، وأجهل أيضا الجثة لم تسلم لي لأنني لا أعرف هل هي فعلا جثة ابني أو غير ابني، وأنا أطالب فقط بخبرة مضادة. أنا لا أؤمن بالخبرة الصادرة عن الشرطة العلمية، لأن الشرطة العلمية هذه في الحقيقة هي أيضا تابعة للدولة. طيب. ولذلك نحن لحد الآن ما زلنا مع المحامين من أجل خبرة يعني خبرة علمية مضادة تثبت هل هو ابني أو غير ابني. طيب. هذا حقي على كل حال، هذا حق أي أب وحق أي إنسان أن يتأكد من أن الجثة التي يدفنها إنما هي أحد أقاربه. نعم. ابنه أو نعم. شيخ علي بالحاج سأسمح لك في النهاية بتوجيه رسالة لمن تشاء، ولكن قبل ذلك في ثواني معدودة أريد أن أعرف كيف يعيش الشيخ علي بالحاج، وهل تتواصل مع الشيخ عباسي مدني والقيادات الأخرى الموجودة في المهجر أو غيرها؟ نعم، أنا أولا وقبل كل شيء أعيش في جو من المحاصرة ومن المتابعة، ويعني جو يعني في الحقيقة لا أراكم الله على كل حال. ولكن رغم ذلك أنا أولا أشكر الله تبارك وتعالى وأحمده على أن يثبتني على هذا الطريق إن شاء الله عز وجل حتى ألقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راضي، ونسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم ولسائر المسلمين. وهذه الأشياء، هذا الطريق نحن سلكناه ونعرف ماذا يكون فيه، ونسأل الله لنا ولكم الثبات إن شاء الله والسداد في القول والعمل. أما فيما يخص التواصل فنعم، أنا أتواصل مع الشيخ عباسي وأتواصل مع القادة في الداخل إن شاء الله عبر الولايات وعبر لأن يعني الجزائر ليست قارة، أصبحت هي الآن الدولة الأولى في إفريقيا بعد انقسام السودان. نعم. ونرجو من أيضا أن لا تتقسم الأوطان مثل ما تقسمت السودان، ولذلك نحن نتواصل ونبحث في الطرق السلمية للعمل السياسي واسترجاع حقوقنا، ولكن إذا أصر النظام على أن يمنعنا من حقوقنا فلنا حديث إن شاء الله يكون في حينه وفي وقته. طيب الوقت شيخ علي بالحاج، الوقت شارف على الانتهاء في الحقيقة، ثواني معدودة، كيف تنظرون للجزائر في هذا العام المقبل؟ هذا العام 2011 شهد ثورات عربية عديدة، عام 2012
ماذا تتوقعون أن يحصل في الجزائر؟ وإذا كان لديكم كلمة توجهونها للجهات الرسمية أو للشعبية فتفضلوا. أولا وقبل كل شيء أنا أوجه كلمة للنظام القائم وأقول له إن الشعب الجزائري كله غليان، وينبغي عليه ألا ينخدع بصمت الشعب الجزائري. فكل الجهات، الأطباء والمعلمون والأساتذة والطبقة الشغيلة، كلهم متضمرون من النظام ولا يؤمنون بالإصلاحات التي أعلنها ولا بالبرلمان الذي سوف يوافق عليها قطعا، ولأنه أضعف برلمان في تاريخ الجزائر ولا يمثل الشعب الجزائري. ولذلك نقول له احذر، احذر من صمت الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري أخذ دروس، ولكن هذه الدروس إياكم أن تغتروا بصمته، فإنه سوف يأتي اليوم الذي يعصف بالظلم والظالمين، يعصف بالظلم والظالمين. إذا لابد من حلول جذرية سياسية حقيقية، وأن يكون هنالك مؤتمر تلتقي فيه جميع الأطياف الشعب الجزائري على مائدة واحدة من أجل أن يخرجوا بقواسم مشتركة من أجل إنقاذ البلاد والعباد. طيب شيخ علي بالحاج، يعني هذا تحذير، هذه مبادرة إذن حتى تكون فاتحة لحوار جاد في العام المقبل 2012، أم ماذا؟ أم أنه يعني نفضتم اليد من أي حوار أو مصالحة مع النظام؟ لا، نحن على كل حال أعقل مما يتصور النظام. نحن أعقل مما يتصور النظام، نحن نقول للنظام هذا هو واقع الشعب الجزائري بجميع شرائحه. طيب فإذا لم يأخذ بادرة حقيقية بعيدا عن الإفسادات التي أعلنها. طيب. وبعيدا عن المناورات السياسية التي يستخدمها من حين إلى حين، طارة بفتح الإعلام، أين هو الإعلام المفتوح الآن؟ أين هي القنوات الخاصة؟ أين إلى آخره؟ إذن بعيدا، قبل أن تأتي الحملة وبالتالي ستعصف بالظلم والظالمين. هذا الذي نقول للشعب الجزائري، لأنه إذا قام الشعب الجزائري فإنه ستكون هنالك كارثة أكثر من جميع ما حدث بالشعوب العربية والشعوب الإسلامية. الشيخ علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت معنا من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة. بوضوح إذن أجرينا هذا الحوار، ونأمل أن يجمعنا دائما الوضوح والصدق. في أمان الله.